حياكم الله مشاهدينا في الفقرة الأخيرة راح تكون مع مواقع التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم مقطع من يوتيوب بعنوان العودة للمدارس وحصد على 266 ألف مشاهدة في يومين. نتابع. فهد شوية شوية. لا 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 مدارس لا 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 عودة مدارس بكرة حتصحى على المدرسة تسري لا 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 تقول أنا باغي ببكرة أشرب حليبك وأنا مبدري انسى السهر ما عاد فيه دشرة بنضحك عليك شوي ونتشمت سوف الليل بإجازة ثلاثة شهور كم واجب مستني كشوفك واقف بدك تمرن في الطابور بكرة حتصحى عالمدرسة تسري لا 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 تقول أنا باغي ببكرة لا 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 يلا مدارس لا 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 عودة مدارس لا 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 يلا 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 على المدارس لا 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 مدارس 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 عودة مدارس. مجهود جميل من الشباب انهم يحثون الاطفال يرجعون للمدارس والطلاب والطالبات. راح نتابع مع دراسه تحذر الحوامل من استخدام الصابون المضاد للبكتيريا، المزيد في التقرير التالي. لضمان سلامة الأم والطفل في آن، أثبتت دراسة أنه يجب على النساء الحوامل تجنب استخدام الصابون المضاد للبكتيريا بسبب المخاوف المتزايدة التي من الممكن أن تضر بصحتهما. وخلصت الدراسة إلى أن تعرض الحامل للمواد الكيماوية الموجودة في الصابون المضاد للبكتيريا يرتبط بانخفاض وزن طفلها عند الولادة، وهو ما قد يؤثر على نموه المستقبلي ويؤدي لاضطرابات عصبية على المدى الطويل. فمنذ عام 2010 وجد الباحثون في جامعة فلوريدا أن التريكلوسان الكيمائي قد يعيق أنزيم مرتبط بتغيير الهرمونات مثل هرمون الإستروجين. وقد يستخدم التريكلوسان والتريكلوكاربون في أكثر من 2000 المنتجات اليومية في حياتنا والتي تباع في السوق كمادة مضادة للميكروبات، ومن تلك المبيعات معجون الأسنان، الصابون، المنظفات، السجاد، الدهانات واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال. وتمتلك هذه المادة قدرة كبيرة على التغلغل في جسد المرأة الحامل، إذ إنها توجد في عينات بول جميع الحوامل اللواتي يستخدمن المنتجات الغنية بالتريكلوسان، كما أنها تتواجد في دم الحبل السري عند حوالي نصف الحوامل، وهو ما يعني أنها تمتلك قدرة الوصول للجنين في بطن أمه والتأثير في نموه بحسب ما تؤكد الدراسات. مشاهدينا بهذا التقرير وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها وحبيتوا الفقرات اللي قدمناها لكم. وفريق سيدتي في كل مرة يحاول يعمل أن يقدم لكم الأفضل. باكر عندنا حلقة جديدة وفقرات جديدة، أتمنى أنكم تتابعونا على مدى هذا الأسبوع. لا تنسون تتابعونا وتصبحون على ألف ألف خير.